Let's talk مع عبد الله البكور على مارينا اف ام 90.4. صار الوقت اللي كلكم ناطرينه، الفنانة أحلام موجودة معنا، ولكن ما نقدر نبلش إلا لما نقول كلام في حق هذه الفنانة. الكلام اللي نبي نقوله اليوم للفنانة أحلام هو أن وأخيرا أولا وأخيرا صار هذه اللحظة وهذا الوقت اللي أنا وأنتوا ناطرينه، لحظة الحديث مع فنانة استثنائية حققت استمرارية نادرة، الفنانة الكبيرة أحلام اللي كملت اليوبيل الفضي في 2020 25 سنة من العطاء، ولا زالت في القمة، ولا زالت محتفظة ببريق خاص، ولا زال الجمهور والإعلام يدخل في حالة استنفار وأحيانا زوبعة كل ما تعلن أو تنزل ألبوم أو حتى أغنية سنجل. من 2016 ل 2021 خمس سنوات من الغياب عن سوق الألبومات الغنائية، صحيح عوضتنا خلالهم في أغاني سنجل على كثر الوفا فيني، أحلف في 2018، أبرحل أنا مستغني، وأنا مدري عن الناس في 2019، ولكن الألبوم من أحلام حالة استثنائية وتجربة مختلفة للجمهور. 1 فبراير 2021 الساعة 9 بالليل، تاريخ ويوم رح يظل بالذاكرة لسنين قدام، لأن اليوم اللي أطلقت فيه أحلام ألبومها 14 فدوة عيونك. صحيح أنه ما كمل يومين من نزوله، ولكن هالألبوم حجز لمكانة مهمة بالأرشيف الخليجي من أول استماع، وردت فعل الجمهور والصحافة والفنانين أكدت هذا الشيء. خلوا في بالكم أن سمعنا وشفنا نص الألبوم فقط، 13 أغنية من أصل 26 بس، وبعدنا ناطرين الأسبوع الجاي تحديدا في 7 فبراير علشان نكمل هذه الرحلة كلنا مع بعض. التميز شيء مو جديد في قاموس أحلام من الناحية الصوتية والموسيقية، ما يختلف اثنين على جمالية وثقل الأعمال اللي تقدمها في كل ألبوم، وبهالألبوم بالذات سمعنا أداء في شجن وأحاسيس غير مسبوقة وأفكار جديدة بتركيبة أغاني وتوزيع مختلف، وشعر سمعنا في حالات ومواضيع جديدة، لأن أحلام تعاملت مع أسماء مختلفة من القامات الفنية الكبيرة، وكل واحد منهم له فكر مختلف ومميز أكيد. أما إذا جينا إلى الناحية البصرية، أبهرتنا أحلام خلال مسيرتها بأفكار جديدة ما تطلع إلا من فنان يهتم بأدق التفاصيل ويحترم جمهوره أكيد. في ألبوم هذا أنا قدمت فكرة الغلاف المطبوع بتقنية الـ3D، في ألبوم بتحداك نزلت أغلفة بألوان مختلفة، وقبل سنة اكسرت أحلام الترند في تويتر بعد حفلها المبهر في موسم الرياض في ليلة تكريمية من ليالي الأساطير تسمت باسمها، وفعلا كانت ليلة أسطورية باللوحات والتقنيات المستخدمة اللي كلنا شفناها. توقعنا أحلام وصلت القمة بالأبهار لكن طلعنا كلنا غلطانين بعد اللي صار في 1 فبراير. ساعة كاملة من الإمتاع البصري قدمت أحلام مع راقصين وعازفين، وكانت هي النجمة في هذا العرض، مشاهد ساحرة الفتت نظر الكل فيها وزوايا تصويرية احترافية، يعني كانت متزينة دائما بين يعني الفنانين العالميين. موجودة أحلام لأنها تقدم أفكار دائما خارج الصندوق. الألبوم عبارة عن تجمع للمبدعين والنخبة من كل المجالات كشعراء، شفنا في الجزء الأول اللي بنسولف عنه اليوم اللي نزل منه 13 أغنية أسماء مثل الأمير خالد الفيصل دايم السيف، الأمير بدر بن عبد المحسن، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير سعود بن عبد الله، المستشار تركي آل شيخ، منصور البلوي، معتزة، حسان العبيدلي، فيصل الشعلان، قوس، الجادل، وعبد الرحمن العثمان، والراحل الشاعر الكبير مساعد الرشيدي. أما بالألحان قدموها هم أسماء مختلفة ومنوعة، ليش؟ لأن الأسماء هذه عبارة عن يعني أسامي كبيرة مثل الموسيقار طلال، سهم، ناصر الصالح، عبد الرحمن العثمان، صادق الشاعر، نواف عبد الله، عزوف، وعبد القادر الهدهود. أما التوزيع فتقاسم أسماء مثل خالد عز صاحب النصيب الأسد في الألبوم، مدحت خميس، أسامة الهندي، مشاري اليتيم، رأفت، وليد فايد، عدنان عبد الله، بشار سلطان. وإخراج الكليبات المختلفة اللي كانت بالألبوم هذا كانت للمخرج
حسن غدار وصور الألبوم من توقيع محمد فيفيد، والأزياء دائما أحلام مختلفة بالأزياء من توقيع العالمي زهير مراد. علشان كذي ما أقدر أسولف بروحي عن هذا الكم وهذا الحدث الكبير. معاي الحين الفنانة الكبيرة أحلام. مساء الخير وحياك الله في مارينا أف أم وبرنامج Let's Talk. مساء الخير، يا مرحبا عبد الله. يعني أول مرة شفتك كيف تتكلم عني هالكثر حسيت حبي في قلبك، حسيت كيف أنت تؤمن بمطربة اسمها أحلام. هذا الشيء اللي أنا طلبت منك على الهواء، أقول قلت لك أنا أبغي أكون معاك، شكرا أنا اللي أبغي أتكلم معاك وأقول لك شكرا على هذه المحبة لأني صدق لمستها. بس أبغي أقول لك في بداية حوارنا هذه الكلمتين. مشكورة وايد على كلامك هذا، وما تدرين ايش كثر يعني لي ويأثر فيني. يمكن الناس اللي قاعد تشوفنا بالتلفزيون شافوا ردة الفعل على هذا الكلام. شكرا لوجودك ولثقتك في مارينا أف أم ولثقتك فيني في يعني انك حطيتي هذا الحدث الأول والظهور الأول إعلاميا معانا في الكويت في مارينا أف أم قبل الكل، فمشكورة وايد. طول عمرها الكويت ساندتني. أتذكر أول ظهور طلعت فيه من 25 سنة كان في الكويت، أول ظهور لي إعلامي كان في الكويت، بلادي الحبيبة، بلادي الثانية. احنا سعداء بوجودك ومارينا اف ام لكم كل المحبة والتقدير. تسلمين يا الغالية. أول شيء ألف مبروك على التحفة الفنية ألبوم فدوة عيونك 2021. شكرا. يعني شفنا حدث لأول مرة ممكن يصير في هذا الترتيب، وهذه حتى طريقة الإعلان اللي كانت صايرة، الأغاني اللي نزلتيهم من ألبوماتك من بداياتك إلى اليوم بتسجيل مختلف وجديد، بس علشان تسوقين وتبهرين الناس وتجهزينهم للحدث الكبير. وشفنا شيء يعني على قد التوقعات وأكثر من ناحية إبهار صوتي ومرئي، من ناحية الكليبات، من ناحية اختيارات، فألف مبروك على هذا الألبوم. الله يخليك عبد الله. أنا بس أبغي أقول لك على شيء سويته. تمرين. أول شيء خليني لما أتكلم عن هذا الألبوم أحط في المنصة الأولى يمي على يدي اليمين عبد الرحمن العثمان وأكمل. طبعًا. أوجه له تحية حبيبي وأخوي وولدي وصديقي ورفيق دربي من يوم كان هو صغير وكان من معجبين أحلام من جمهور أحلام. قعدنا وقررنا أن نسوي هذا الألبوم بطريقة مختلفة. أول شيء لأن هي مسيرة 25 سنة مثل ما تفضلت وقلت يوبيل فضي، قلنا لازم نسوي شيء نهدي فيه الجمهور، خصوصا أني أنا خذ لي 6 سنوات ما عملت ألبوم. جلسنا أول شيء الاختيار الأول والمهم لأي فنان مو هو كيف يطلع، لا، أول شيء كيف يؤدي مختلف، يختار مختلف، يوزع مختلف، يختار ملحنين، مطربين، شعراء يتوجون هذه المسيرة. هذه كانت بداية. يعني بكل أمانة أبغي أقول لك عبد الله أنه أول مرة أعمل ألبوم والألبوم يكون فيه تخطيط. أنا خططت أنه يعني أني أسوي ألبوم والألبوم يكون مختلف، وفعلا فعلا طبقتي اللي أنت تبينه، كان مختلف. جيت بدينا في الفقرة الأولى اللي هي فقرة الكلمات، بعدين الألحان، بعدين التوزيع، بعدين الإيقاع، بعدين المكس، بعدين أشياء وايد. جميل. في الكلمات يبنى، خذينا في الكلمات أول شيء قرر. يعني أبغي أقول لك إذا قلت لك إن هي ما كانت مرتبة بقول لك ما كانت مرتبة. جاني الكلام من لأغنية الأمير خالد الفيصل واللحن وطرنا فيه وتوزع والأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الرحمن بن مساعد، ويعني فطاحلة الشعر فطاحلة الشعر والأدب في شبه الجزيرة العربية. وبعدين سعود بن عبد الله والأمير محمد بن عبد العزيز كلهم يعني اشتركوا فيه مع الأمير أحمد سهم.
يعني صارت التركيبة بعدين عبد الرحمن ناصر الصالح بعدين يعني صارت التركيبة حلوة يعني نسمع أغاني بقولك من الكل هي. من كل الشعراء والملحنين أكثر من عمل. أنا اخترت الأعمال اللي حسيت إن هذه الأعمال والكلمات كل شيء راح يتوجون فعلا مسيرتي وراح أقدم ألبوم يعني مثل ما يقولون بعد انتظار. وبدينا الألبوم يعني بدينا مشوار الألبوم الجميل. هو جدا جميل بس على أنه وايد جميل أنا لازم أسألك عن تفاصيل معينة. يعني بعد الاحتفالية المميزة اللي كانت على الابليكيشنز اللي هي التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي حفل تدشين الألبوم، هل بنشوف حفل على أرض الواقع وهل صحيح إذا راح يكون في موسم أويسز الرياض؟ لا تدشين الألبوم مش في أويسز الرياض. تدشين الألبوم راح يكون في الرياض بس ما راح يكون في 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 أويسز. أويسز هي عبارة عن راح أغني يعني لأنه هو مكان مكشوف وفي البار صحيح، راح أغني مثل الجلسة أكيد راح أغني من أغاني ألبومي بس هو ليس بتدشين في احتفالية تدشين ألبومي. احتفالية تدشين ألبومي لو أقول لك أني أنا من 7 شهور أنا أشتغل فيها ما شاء الله، وإن شاء الله راح تشوفون احتفالية رائعة. بتكون قريب؟ على حسب الوقت، على حسب الظروف، لأن إحنا الآن في الوطن العربي أو في العالم هذا الكورونا صحيح. يوم المطارات تسكر، يوم البصل صحيح. أعتقد إن على حسب الوقت. يعني أنا ودي إن جمهوري والناس اللي يحبوني يحضرون، ما ودي إني يعني أسوي حفلة وتكون. على فكرة أنا وايد كلموني عن الحفلات اللي على على المواقع الصحيح وأنا ما كنت حابة. يعني أنا لما طلعت حفلتي في السعودية ما زلت أحس بالألم إنه أنا هذا المسرح اللي كان فيه 10,000 ما كان فيه جمهور وايد أثر فيني صحيح. فأقول إني يعني سامحني في الكلمة دي، أنا في النهاية اللي يهمني هو جمهوري شيطاني ما يهمني. بالعكس، هذا 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 مبدأ الفنانة أحلام، أنت مستمرة عليه أكثر من 20 سنة وكنا نشوفه بالتعامل مع الجمهور والتواصل حتى في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في كواليس الحفلات. يعني أنا شخصيا شفتك في حفلة من الحفلات في دبي كانت ب 2017 ويعني أنا ما في أي معرفة شخصية وقتها ولكن أنت ما كنت تردين أحد للأمانة، فحلو هذا التواصل مع الجمهور. صحيح. شفنا في الألبوم فدوة عيونك تعاون أول بينك وبين المستشار تركي آل شيخ من ناحية الكلمات في أغنية الفرقة واللي لحنها نواف عبد الله ووزعها عدنان عبد الله بأسلوب السامري المتجدد موسيقيا كان مختلف. شلون صار هذا التعاون؟ التعاون هذا أنا كلمت نواف عبد الله قلت له نواف أنا ناقصني في ألبومي عمل سامري وأنا أمنيتي أني أنا يعني أخذ منك لحن من جملك الحلوة اللي أنا دايما يعني أسمع لما أسمع عمل ويعجبني يقول لي نواف عبد الله أقول يا ربي هذا الولد خطير فعلا هذا الإنسان خطير يعجبني تيمته تعجبني. المهم في نفس الوقت كنت كلمت محلي تركي آل الشيخ قلت له يا أبو ناصر أنا أبغي كلام بس أنا أبغي أغنية سامرية أبغي كلام لأغنية سامرية. بعدين قال لي أبشري. ممكن يومين لقيته يكتب لي على تويتر تواصلتي مع نواف، فدخلت على الروع نواف أنا نواف وش صار؟ قال لي خلاص الكلام عندي إذا تقدر على الفرقة ترى ما عندي أي مانع ولكن شيل من بالك تجي وتقول ما أقوى إذا ما رحت متى ما رحت لا ترجع وانا بعد ما اسفه متى ما رحت لا ترجع وانا ماني بعد راجع ترى من راح من كيفه له النسيان والسلوى. الكلام وايد اثر فيني حبيت الكلام حبيت الجمله. على طول كلمت نواف قلت له نواف طلبتك لحنها خلاص الأغنية علقت معايا. لحنها عدنان عبد الله بس يعلم جميعا بالخير. وزعها عدنان.
اي عفوا وزعها عدنان وتسجلت والمعالي طلب انه العمل يتسجل ككمنجات وتسجيل وتنفيذ لايفات في روسيا. ما شاء الله. وجابوا عازف روسي ما يختار لي اسمه صراحه، وعزف الصولو الاولاني كان منتهر يعني، انا لما سمعته دمعت عيني فعلا. انا كتبت وقلت يعني فعلا من قلبي اغنيه معالي تركي آل الشيخ اغنيه للتاريخ. مع الوقت بعد الناس، انا اعتقد انا قاعده اشوف الناس وهي كلها في المسرح تغنيها. صحيح، اغنيه فخمه فعلا. فنانة أحلام، لو نرجع لأرشيفك خاصة في الألبومات الرسمية، ما رح نلقى أغاني ديو بمعنى الديو. يمكن سمعنا صوت الفنان عبدالله رويشد في مقدمة لما قلبي من ألبوم كيف أرضى، ولكن أغنية حزين كانت أغنية استثنائية لأنها المرة الأولى وفي أي ألبوم أن يشاركك فيها صوت آخر في الغناء كديو، ومو مع أي أحد، مع سهم اللي فاجأتينا فيها في جمالية التعاون اللي كان بينكم. منو صاحب هذه الفكرة وشنو كواليس هذا العمل؟ يعني هو مميز، هو سهم مميز، هو سهم تعرف مثل يقول ليش هو، يمكن هو يمكن هالكثر واثق في نفسه لما سمى نفسه سهم. يعني أي شيء يطلقه يصيب، يعني مش شيء عادي. أبغى أقول لك شيء بس عن قبل ما نتكلم عن حزين، بقول لك عن أعمالي مع الأمير أحمد. طبعا. هذه الأعمال أنا أخذتهم من الأمير أحمد من 6 سنين. 6 سنين ما عدا حزين. وايد طولتوا علينا يعني. لما بعدين رحت له وشفته قلت له يلا سمعني الأعمال، قام يسمعني. قلت له إيش تسمعني؟ قال لي بسمعك جديد. قلت له أنا ما أبغى جديد. قلت له أنا أبغى أعمالي هذه اللي أنا أخذتها من عندك من 6 سنين أبغاها. قال إيش؟ قلت له ما سألت اللي عليك. بريء، دكتور معلن، هذه الأعمال. عيوني بس من ضمنهم؟ لا، بعدين سمعني مقطع من الكلام عيوني بس. قلت له هذه أبغاها. قال لي هاي يعني الوحدة اللي تبغينها؟ قلت له إيه أبغاها. قال لي طيب بسمعك قصيدة. قلت له عندك قصيدة المرحوم سعد الرشيدي؟ قال لي مسعد الرشيدي أحلام، وين رحتي؟ قلت له على فكرة أنا أعشق هذا الرجل، أعشقه كشاعر وأحترمه وأغدره. قال لي تفكرين هذا اللي عندي قصيدة حزين؟ قلت يا أحمد كيف؟ هذه القصيدة يعني بالذات وايد أثر فيني، أعتقد الناس كلها يعرفون قصة القصيدة هذه. صحيح. إنه هو كان 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 مريض وكان يتعالج في أمريكا، ويقول كل ما يجي المغرب في طير يجي على شرفته، فيقول فهو يخاطب الطير الله يرحمه مساعد الرشيد، يقول حزين من الشتاء ولا حزين من الظما يا طير، دخيل الريشتين اللي تضفك حل عن عيني، دخيل الماء وملح الماء وحزن الماء قبل الطير تهيأ للهبوب اللي تصافق في شراييني، دخيل الغصن والظل الهزيل وهفهفات عصير، دخيلك لا تشح بنجمتي والليل ممسيني، ترفرف يا فقير الريش ضيقة والنهار قصير، علامك كل ما لي الجناحك جيت ساريني، أنا ماني بخير وجيت يمي وانت منت بخير، وأنا يا طير فيا من الهجاد اللي مكفيني، ترى لو شفت لي ضب ومهابة في عيون الغير كلا ترى كل الذهاب اللي معي جرحي وسكيني. الله 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 الله. من أحلى، أنا أعتقد من أحلى ما كتب مساعد الرشيدي، اللي شيء اللي أثر لأنه هو كانت حالته. فقلت له خلاص هذه الأغنية. قال لي طيب كيف؟ بس ما عندي تنازلها. في نفس اللحظة في نفس الثانية وإحنا قاعدين كلمت زوجي أبو محمد الله يمسيه بالخير، حبيبي مبارك الله يسعده بالخير. قلت له مبارك كذا كذا كذا. قال لي أبشر ولده صديقي الحين اتصل فيه. قال لي عاد أبوي يحب أحلام وأبوي دائما يقول في أحلام الله يرحمه ويحسن إليه، ويقوم وأنا قاعدة عطاني تنازل قصيدة حزين باسمي، أو على طول الأمير أحمد كان ملحنها
وسمعتها وعلى طول تم تنفيذها ونحطت من ضمن خريطة الألبوم. كان تعامل حلو، كان تعامل الأمير أحمد من يعني مش بس يعني يعطيك اللحن، يعطيك اللحن ويعطيك من روحه ومن قلبه ومن تنفيذه ومن حتى في التوزيع حتى في التنفيذ في كل وقت معاك، يعني يحضنك تحس إن هذا الإنسان مو يعني يعني ولا كسورا بأي حد، بس ما تحس إن هذا يعني ولد ملوك، تحس إن هذا الإنسان عادي ملحن دخل الاستديو من قلبه يعطي لأنه يحب فنة، عنده شغف في الفن. فمن قلبي أتمنى إن الأعمال اللي كانت مع الأمير أحمد تبي مني عيوني بس. على فكرة بقول لكم قصة تبي مني عيوني بس، أخاف الأمير أحمد يزعل مني. أول ما غنيت الأغنية وأرسلت لإياها قلت له أنا أرسلت لك الأغنية اسمعها إذا في شيء. أنا طبعا غنيتها وعملت فيها شوية تكنيك غريب، يعني غنيت هي وهي ما سألت إلا عليك، ما سألت إلا عليك، ما هذا السؤال القادم ولكن أنت قاعد تجاوبين عليه بدون أسئلة. فقام وهو أرسل لي قال لي، قلت له أحمد برسل لك بس ها أول إذا ما عجبك شيء يعني عاد ترى بقدر أغير، يعني بغير أنا في الاستديو. قال طيب أنت أرسلي. أرسلت سمع اللي هو متصل لي قلت له إيش فيه؟ قلت مو بحلو اللي قال وش مش بحلو، الآن أبغى أحب يعني أعجبها بزيادة. يعني يقول حسستيني أني لما أسمع الأغنية دي أبي أحب. كان يعني كان كلام وايد حلو من الأمير أحمد، يعني وصل لي إيش كتر هو سعيد بالمغنى. جميل، كيف كذا يقول كيف قلتي كذا، كيف نزلتي كذا، كيف سويتي انتي، يعني انتي مجنونة تغني لك كذا بجنون. كان عمل حلو، غنينا يعني غنيت بلحنة يعني تكنيكي أنا اللي أنا بقول لكم كيف غنيته بعد شوي. تمام، أنا كان سؤالي عن عيوني بس وما سألت اللي عليك اللي هم من ألحان سهم، إن هذه أول مرة نسمع فيها الفنانة أحلام تغني بعرب غربية، يعني هذا صحيح. تجدد. أجل لو تسمع أغنية لعبد الرحمن العثمان إن شاء الله راح تكون في CD1 في CD2. يعني غنيت يعني فعلًا الموازير الغناء كلها كانت أكثرها غربي يعني غربي يعني وين لاتين أمريكا أقول لك بهذه الحرفة أنا غنيت عند أغنية راح تكون في الألبوم في CD2. جميل. أنا على فكرة غنيت التكنيك هذا من قبل بس ما غنيته كثير اللي هو في الجهات المستحيلة. غنيتها في ألبومي يلازمني خيالك. كمان كان في تكنيك غربي واللي يدخل يسمع الأغنية بيشوف فعلا أن أنا غنيت التكنيك الغربي، بس هالمرة شوية غنيتها بحرفية أكثر، يعني خذ لي فترة طويلة. أنا أصلا أحب الغربي، يعني أحب أسمع غربي وأحب يعني مزازيكهم ونغمهم الغربي. طبعا هم مختلفين عنا، احنا هم ما يقدرون يقولون اللي احنا نقوله، وهم عندهم تكنيك خاص فيهم في صوتهم، بس احنا نقدر نقوله لان نواتهم قريبه لنا، يعني تحسها شويه على افرو وتحسها على، فهذا اللي خلاني اغني هذه الاغاني بهذا التكنيك. جميل. الغربي وصلنا هذا التجدد في هالاغنيتين وحتى من ناحيه موسيقيه. وانا على فكره حتى انا كتبت ان الألبوم فيه كثير تجدد، يعني حتى الجمل الموسيقية حتى التلحين حتى فيه تجدد، يعني مش بس نغم. أوكي في أغاني تفرض عليك أنك تكون كلاسيك تكون وايد شرقي، وفي أغاني لا، في أغاني تفرض عليك أن أنت ممكن توديها عالم ثاني، وهذا اللي صار معايا في عيوني بس. حتى لو شفت التصوير حق عيوني بس شفت التصوير شوف أن نحن مختلف، يعني صحيح. احنا حاولنا نكون مختلفين شوية يعني عن اللي يصير في الساحة، ما رحنا وايد برع من ثوبنا، لكن لا نحن في ثوبنا الأصيل، لكن في نفس الوقت احنا ترى عطينا شيء حلو ومتجدد وراقي. جميل، احنا راح نوصل للصورة، احنا للحين قاعد نتكلم عن الصوت. يعني ذكرتي مرة من المرات ان ابن التراب هذه الاغنية انها من الاغاني اللي اثرت فيك خلال عملية التسجيل، ممكن نعرف شنو اللي لمسك في هذه الاغنية؟
يا بقول لك على ابن التراب، يعني انا بقول لكم اشياء يمكن انتم ما يعني ما بتسمعونها يعني في التسجيل، بتسمعونها مني. ابن التراب هذه لما ارسل لي اياها حسان العبيدلي اوجه له تحيه، قالت لي مها طبعا هاي مو بس اختي، مو بس صديقتي، هاي اللي يعني بعد شوي ممكن بتكلم عنها قد ما اقدر وما اقدر اوفيها. قالت لي احلام في عمل ارسلوا لي اياه، اسمعي. الأمانة أني كنت قاعدة مع ربعي، فقالوا لي طيب سمعينا، فقالت لهم ها بسمعكم، ما حد يرفع التلفون، لأن حتى إذا أعمال جديدة ما أحب، يعني هاي أمانة أعتبرها عندي. صحيح والله عبد الله، مثل ما أقول لك بالضبط، شغلت الغنية الصوت، واحد يغني كني أعرف صوته، بس يعني كنا يصيح كتين، كنت انتفت وهو يقول أنا يا ابن التراب من التراب ولا علي زود. أنا مبمت، أنا بقول لك إن ما وقفت دموعي وأنا قاعدة، قمت من المكان اللي أنا قاعدة فيه وطلعت، قلت لها أعطيني الأغنية، حطيت السماعة في أذوني أسمع. من طلعت لين أوصل، يعني لين أوصل باللتيمة يعني مسافة قصيرة، أروح وألف ألف ما كلم حد، ألف وأسمع الأغنية. كلمت حسون، قلت له حسون طلبتك هذه أغنية ألبومي، هذه الأغنية لازم تكون في ألبومي ولازم الناس يسمعونها. وفعلا تواصلت مع عبد القادر الهدهود، مسي علي بالخير حبيبي، الإنسان قد ما بتكلم عنهم كلهم ما راح أوفيهم حقهم. وفعلا أخذنا العمل، وعلى طول في نفس اليوم تخيل تكلمت أنا بشار، بشار عندي عمل، بشار سلطان، بشار كمان اشتغلت معه كثير أعمال حلوة في ألبومي. صحيح. ما أدري في وقت بعدين في وقت نتكلم عنهم ولا. أكيد أكيد لازم نشكر هذا الفريق الكبير اللي اشتغل في الألبوم. فقلت لبشار هذا العمل كذا كذا كذا، كان هو مسوي لي مسألة اللي عليك، وكنت أنا طائرة في مسألة اللي عليك، من يعني أنا كنت هذه الأغنية كنت أبغاها تكون شوية خمسينية، يعني عرفت روك أند رول، يعني مسألة اللي عليك. صحيح. وما نسيت إلا أنا، شفت وش فرق القلوب كلها شمشوني. ترى أنا مريضة، أنا أكلمكم والله، يعني كان عندي دكتور بس يعني ما ودي اني اقول لكم اني ما بطلع معاكم، لاني صدق انا اللي ابقي هذا اللقاء. الف سلامة عليك ولا باس، وشكرا على رغم الظروف، يعني انا كنت ادري ان انت عندك ظروف خاصه. نطلع لقاء مطول مع بعض عبد الله. يا رب، واحنا نتشرف فيك تكونين عندنا هني في الاستديو بالكويت ونتكلم، لان الالبوم يعني كبير، فلازم ياخذ حقه في الكلام والتفاصيل اللي فيه كبيره. تشرفينا. فأخذت العمل، عطيته بشار، قلت بشار خلاص أبغى وزع لي إياه، بس ما أبغي غربي، أبغي شيء يعور ويقوم ويسجل لي إياه. سمعت قلت له غير سولو، قال لي حلو سولو فهد، قلت له غيره، قلت له أبغي سولو أنا أحس فيه، عشان إذا أنا حسيت فيه الناس بتحس فيه. وفعلا سوالي السولو الثاني، يعني الأغنية يمكن أقول لك شهر ما طاحت من تلفوني، وفعلا الحمد لله غنيتها مرة واحدة، دخلت الاستوديو غنيتها وطلعت من كثر ما أنا حابة الأغنية. يعني اللي دريك إن الأغنية وصلتني وأنا متأكدة بتوصل الناس. ابن التراب من أحلى الأغاني اللي ممكن تسمعها، عشان يعني توديك مكان ثاني، وكلامها حلو. أنا يا ابن التراب من التراب وما علي زود، سوى أن الله عززني ولي قدري ولي شاني، وعشان كذا أنا في التصوير حطيت التاج. صحيح. فتقول لي مها مفاهد ليك حطي التاج، قلت له صدقين عاد أن أنا ما أبغي أحط تاج، بس فسختي التاج. أنا أبغى أقول للعالم أن الإنسان مو بالتاج، الإنسان بمجهودك بتعبك باللي تسويه بتوصل. ترى أنا من يعني اي انسان لازم ما يترفع على الناس الثانيه، الناس ما وين ما وصلت انت، وين ما صرت انت، خليك مع العالم، لان انت من العالم، احنا من التراب وللتراب،
فنحن نقول، فالغنية تقول أنا يا ابن التراب، عشان كذا قلت ما علي زود سوى أن الله عززني أقوم أشيل التاج وأرميه. صحيح، لأن نحن يعني عندنا رسالة إنسانية حلوة، أن ترى ترى مين ما كنت مين ما صرت، ترى نحن في النهاية واحد من التراب وللتراب. ورسالة أن شلتي التاج هذه كانت واضحة بالنسبة لنا بالفيديو كليب. اي اكيد، انا كنت متاكده ان ناس وايد بتفهمها، لان مو تاج، ولا انا القصد اني احط تاج وملكه ومن هذا الكلام، لا. انا القصد مني هي الرساله الحلوه اللي بتوصل للعالم، ترى مو بالتاج، ترى انت ولد فلان ولا ولد فلان ولا ولد فلانه ولا بنت فلانه، انت بنت فلان، ترى كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا واحد، من التراب وللتراب. صحيح. الفنانة أحلام من العوامل اللي خلت أحلام في قمتها لليوم إيمانها بالمواهب والدماء الجديدة، اللي عرفتينا على المبدع عبد الرحمن العثمان الشاعر والملحن في لازمني خيالك، وهالمرة عطيتي مهمة الإشراف على الألبوم وخصصتي له حصة كبيرة من الأعمال. بالجزء الأول سمعنا زوبعة، دفتر أم محاه الله يرحمه، ودمعة زرقة اللي شارك فيهم كملحن وشاعر أو الاثنين مع بعض، وكلهم كانوا من أبرز الأغاني اللي تفاعلوا معاهم الجمهور. شنو سر إيمان أحلام في عبد الرحمن العثمان؟ أنا أتذكر أول ما ركبت معاه السيارة، أمسي عليه بالخير ولدي عبد الرحمن الهزاع، أمسي عليه بالخير وحشني يا يمة، تمنيتك معنا في الألبوم. أتذكر يا قال لي ما بحط لك أغنية في السيارة، أول ما نركب السيارة ومعانا عبد الرحمن اسمعيها. قلت له زين إن شاء الله. قلت له حق من؟ قال لي أنت اسمعيها، بقول لك بعدين حق من. إلا الأغنية اللي هي غنيتها في ألبومي لازمني خيالك. بعدين قلت له اللي هي الجهات المستحيلة. بعدين قلت له شنو يعني؟ هاي من اللي ملحن؟ من اللي كاتب؟ من قام قال لي لا، كانت تستاهل الجرح. كانت تستاهل الجرح. وقلت اه، احس انه يعني فعلا جسمي يعني خلاص، اقول له من اللي كاتب؟ من اللي ملحن؟ من اللي يغني؟ والصوت اللي يغني بعد صوت حلو. اللي مش في هذه اللي قاعد وراك في الكرسي. قلت له من دحوم؟ قال لي ايه. قلت له يعني انت شو مسوي؟ قال لي انا اللي مغني، انا اللي كاتب، انا اللي ملحن. هذا كان اتذكر يجيبون الكبير يغيروني عندي، يدخل في 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 الحفلات ويقول لي يا حبيبي، قال انا جيتك من السعوديه، انا جيتك من الدمام. كيف يجي الوقت ويمر الوقت وهذا الانسان يصير شيء، وانا قلت عنه هذا بليق، لأنه لو تقعد معاه واللي يحب بليق، اللي يحب هاي الفن هذا التيست، تقول هذا بليق عشرة. لأنه فعلا عبد الرحمن العثمان لما تقعد معاه، مش بس لما يلحن، لا لما يلحن ترى حليه وعلى البساط أحمدي، بس لما تقعد معاه يخوف يخوف. وأنا أعتقد راح يكون لشان كبير، ومبسوطة بعد سمعت أنه الفنان عبد المجيد بياخذ من عنده ألحان كمان في ألبومه، وهذا شيء وايد حلو جميل. أعتقد أنه راح يكون لشان كبير. عبد الرحمن من بدينا الألبوم في أعمال قد سمعتها من أول من عنده، اللي هي دفتر وملحة، أنا أعتبرها من أحلى الأغاني. خواطر دفتر وممحة، دون ما مضى وامحي على رف المشاعر، ما بقت لي غير أقلامي. يعني أنا أعتبرها من الأغاني الكلاسيكية الحلوة اللي تعيش، وإن شاء الله تسمعونها، تسمعوني أغنيها على المسرح يا رب. مع البيانو أم فهد؟ أكيد المرة لازم مع البيانو. جميل. بيكون في فعلا بيكون في أفكار مختلفة هالمرة بعد على المسرح. وفعلا غنيت مع أغاني حلوة في الألبوم الله يرحمه. الله بقول لكم على قصة عسى الله يرحمه، طبعا هي الشاعرة الوطن المعتزة. عسى الله يرحمه حبا. هذه الأغنية حقيقية،
للشاعرة نفسها يعني يمكن تزعل مني بس أنا قلت لها إذا طلعت في لقاء راح أتكلم عن اللقاء عن الكلام. قالت محتز عندي واحدة صديقتي تقول أقرب صديقة لي هي من أقرب صديقاتي تقول يعني علاقتي فيها علاقة أخت تقول تخيلي اللي عندنا ما عندنا يعني ليه الدرجة تقول عشنا مع بعض أيام ما ممكن يعني ما ممكن أوصفها كيف تقول في يوم من الأيام هذه صديقتها اللي هي صديقتها واختها في ناس أرسلوا لها هي يعني تتكلم عنها أو في موضوع صار بينهم وتكلمت عنها اللي يعني عرف يقول لك شعرة من القلب تقول رحت زواج رحت حفلة فسألوها هي دائما معاها فتقول لها يقولون لها وين فلانة يعني صديقتك تقول فهي تقول إن كأنه قالت لها يعني ماتت فتقول لما رحت البيت تتذكر كلمة البنت اللي تسألها فتقول قلت لها فتقول وأنا قاعدة في البيت كتبت قلت عسى الله يرحم أحب حيا فيني بدون شعور أماني عن خطاراي تساوى خيره وشره عجزت أشوفك بعيني وقلبي ما يطيع الشور في أول مرة هالدنياي تخون عيوني النظرة رفيق العمر وجروحي زرعتك في طريق زهور حسبتك مني وفيني جرحت بقلبي الحسرة أجيك سابق ظلالي بصدقي ما عرفت الزور أجي واشكي لك الدنيا وأنا قلبي على الفطرة لين انقطعت الشعر خدعت الهجوة إيه يقول خدعت الهجوة وظنوني ضبطته بصراحة الدور أنا وشلون ما شفتك عمتني ضحكة صفرة ألومت ليه وانت إنسان تراك بذمتي معذور تفضل روح يا غالي ولا نكره ولا نشرح عطيتك من فضى عمري وغرقت من الغلاط بحور هديتك موقف قسمنا بيننا التمرة فسرت اللي وهبك العفو أنا عنك ظهور ونور تشوم النفس وتتغير خلاص انقطعت الشعرة الله 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 قصة حقيقية فعلا اي صحيح وفعلا يعني اثرت فيني لدرجه اني انا خلاص قلت هذه الاغنيه انا اللي راح اغنيها وفعلا الحمد لله وكانت ملحنه على فكره هذه الاغنيه كانت ملحنه من قبل وجاهزه وتغيرت يعني اي خلاص الاغنيه اوريدي لا كانت جاهزه متلحنه وجاهزه اخذتها انا ووزعتها ونفذتها واخذت الكلام حقها جميل جميل يعني قاعد نشوف بالألبوم فدوة عيونك قصص حقيقية بأكثر من أغنية ومؤثرة يعني اللي كاتبين هذه الأغاني كاتبينهم من قلب وصوتك مفاهد كمل هذه القصة وطلعهم بالتحفة السمعية اللي شفناها لكن الحين راح نروح حق التحفة البصرية لأن في عدة مشاهد بالكليبات شكلت صدمة للجمهور لكن بشكل إيجابي مثلا لأول مرة نشوف الفنانة أحلام بحركات راقصة بلون السامري ورقصات مختلفة ولأول مرة نشوف الفنانة أحلام أيضا في كليب تعزف على آلات مثل الكمان والبيانو شلون صارت هذه الأفكار الجريئة وهل كان عندك تحفظ مفاهد عليها بالبداية؟ خليني أقول لك هذا البارت بعد عبد الرحمن العثمان له دور كبير فيه عبد الرحمن لما جيت أبغي أنفذ للألبوم هو كان يجيب لي أفكار يقول سوي شيء نسوي كذا نحط كذا نجيب كذا كان كل الأفكار يعني ما بقول لك كل الألبوم بقول لك يمكن نص الألبوم أكثر من نص الألبوم كانت أفكار مشتركة بيني وبين عبد الرحمن الأول يعني عشان أعطيه البارت الجزء حقه أنا اخترت المخرج حسن لأنه وايد قريب مني وصديقي وأعرف أني أنا أعطيه لا بل بالعكس أنا اللي كنت مصممة على الفكرة ومصممة على الأفكار ومصممة أنه يصير كذا ومصممة أنه يصير كذا يعني راح تنصدمون مني في مسألة اللي عليك من الحين أقول لك يعني اعتبر فنانة من الجيل الخمسيني وقاعدة تغني هذه الأغنية جميل بجمالها بيروحها يعني مارلين مورو أول يعني بقول لك يعني من نفس الأتموسفير هذا والسيمة هذه جميل ف يعني كانت الفكرة هي مش موضوع فيديو كليب
هو كان لوكيشن، إنه نحن في نفس اللوكيشن وفي نفس المكان لكن بنصور كل الألبوم، وفعلا صورنا 28 عمل راح ينزل منهم 26 عمل. صورنا. الوقت اللي خذيته في تنفيذ وتصوير هذه 28 أغنية يعني واضح أنه وقت طويل. أنزل غمض عيونك عشان أقول لك كم يوم. أغمض عيوني؟ أوكي غمضت عيوني. صورنا تقريبا في 14 يوم 28 عمل. شلون؟ هذا أول شيء يخطر في بالي، شلون؟ هو هذا اللي شفت صوتي اللي للحين تعبان من التصوير، يعني الجمهور في التويتر انتي بس نايمة، انتي بس يعني بس نايمة، انتي بس خلاص الألبوم زهقنا ما عاد نبغي ألبوم، يعني عرفت الكلام هذا اللي يسم البدن وانت تشتغل تعبان ما هل كان بتموت بهدوء. أقول يلا ما علي بكرة بيشوفون الألبوم بيشوفون التعب بيحطوا لي مسج على تويتر يقولوا لي احنا آسفين لأنه فعلا يعني اللي شفته في الألبوم فعلا ما شفته في حياتي فعلا. انت تشوف كل اللي حتى الفنانين كاسرة خاطرهم انا جمعت عيني كلهم يقولون لي الله يعطيك على قد مجهودك وتعبك، لان كلهم يعرفون كيف انا تعبت في هالألبوم. فعلا تعبت فعلا. الله يعطيك الف عافيه. وكتبت الله يا ربي يعوض تعبي خير، ورب العالمين دائما يعني لكل مجتهد النصيب الحمد لله. والحمد لله سوينا ألبوم حلو، تصوير حلو، الثيم كان حلو. مها كانت مسويه هاندلينج حق العالم، حسن غدار المخرج كان ماسك كل الكرو، عبد الرحمن العثمان كان له دور في التصوير، نايف اليوسف كان له دور، عمر اليافعي، عمر الحاج، عبد الله جلال، هيثم لحام كان هو ماسك التصوير، محمد ببد كمصور، محمد حداد كميك اب، طوني صوايا ككوافير، كان كل التيم اللي كان موجود كان مسوي ما يتل، الكل كان ماسك مسوي هندلينج ما يتل. نحن الكل يقول أحلام كيف مسوي فساتينك لبسك، أكثر اللبس اللي أنتوا شفتوه هو من تصميمي أنا، يعني اختياري أنا اللي اخترت الفساتين، أنا اللي اخترت كل شيء. ما يتل هي ستايلست وكانت معايا طول الوقت، وطبعا اكيد كان في لها اختيارات كمان في الملابس، في مثلا ان احنا بنسوي كذا، في كم من لوك كمان كان من ستايل ما يتل، بس اكثر الملابس اكثر الستايلات اكثر حتى اللوك التوتال حقي انا احلام، يعني انا بنفسي احب بنفسي أرتب كل شيء، بس كمان بمساعدة طبعا ما يتل لها كمان دور كبير في الستايل. الكل يسألني في تويتر ولازم ترد على منصة يعني مثل منصتكم مارينا FM عشان الناس كلها تسمع كمان. يا ربي ما أكون نسيت حد، لأن إحنا ما شاء الله جروب كبير. ريم غدار كمان أخذت المخرج كان لها دور كبير. الكل يعني اشتغلنا فعلا بخلية واحدة، خلية يعني كنا قلب واحد، خلية واحدة، الكل كان يعطي من قلبه الكل. على فكرة أنتوا شفتوا بس أنتوا سمعتوا كم أغنية كم فيديو كليب شفتوا؟ 10 10 وسمعنا 13 بس. أوه على اللي جاي 7-2 من الحين أقول لكم اللي جاي صدق، ومو لأني أنا يعني لا، اللي جاي يعني موعدنا الأخير، يعني متأكدة أنه راح تبكي ناس وايد. سولف عبرتي أنا عندي فيديو راح أنزله، المخرج كان يبكي مثل الطفل كذا يشهق لما سمع، هو سمع الأغنية طبعا بس وأنا أغنيها وأنا أصورها، أقسم بالله إنه يشهق ورا الكاميرا. قمت أنا من التصوير أقول وش فيكم، لقيت كل اللي ورا يبكون
يعني الناس لازم تجهز علب كلينكس يمهم. لا راح ان شاء الله تجهز الفرحه يا رب، تجهز الفرحه يا لكن رب. فعلا في اعمال يعني رائعه. في اغنيه للهرمي راح تكون هي اول اغنيه افتتاح سي دي 2. الله على الاغنيه، الله عليها، والله على احمد، والله على احساسه. يعني احمد الهرمي هذا يعني انا اعتبره اخوي، يعني احنا ربينا هني في جميرة، يعني احنا هالإمارات ربينا هني في جميرة. اغنيته لا بارك الله في الغياب، الله ولو وفق الله كل صده، ازريت ابين هالعتاب وما شفت للغالين رده، العمر من كفيني ذاب وطيح ورده بعد ورده، لجيتهم راحوا سراب يا هالجثماني بكده، ظنيت بلمسه السحاب واخذ لي من الغيم مدى، شاب الرجا واحساسي خاب، ما جاني بالله الا باردة. هاي طبعا اغنيه اول مره اغنيها، وحتى كلماتها اول مره تنزل. اعطيكم اياها مارينا اف ام، تستاهلون. الله الله، احنا اول شيء انطربنا على اللي سمعناه الحين، فاحنا ما راح يصبرنا هذا اللي 7-2 عشان نسمع. نيت بلمس السحاب واخذ لي من الغيم مدى، شاب الرجا واحساسي خاب، حمدني من الا بارده. الله، هي من كلمات عبد الرحمن العثمان المجرم، الله عليك، والحان اخوي احمد الهرمي، احمد الهرمي في ديته. موعدنا الاخير بعد منصور الشادي وعبد الرحمن، الله لا يروح الليل، فيها مفاجاه حلوه راح تعجب الجمهور. جميل. الله، سعود بن عبد الله لازم اتكلم عن سعود بن عبد الله. انا دائما اقول الامير سعود بن عبد الله، شوف، وانا دائما اقول، وشوف الوحيد اللي نزل في ألبومي يكتسح كل الأغاني. دايما يقول لي أنا مو أغاني، أنا أغانيك أغاني. هذا الشيء اللي يعني فعلا يعني راح تسمعون أغنية ما به تفاصيل غير أنك بعد روشي، وش لك بكثر الحكي اللي أنت منتظره. يا صدق بعض العرب يا ساكن بوشي، صحيح اللي قالوا أن الحب من نظرة. الله الله. طبعا محمود خيامي بدع، لو تسمعون اللحن إماراتي، الشاعر سعودي، الملحن مصري، التوزيع طبعا كان ركد خطير. راح تسمعون عمل رائع فعلا، ما به تفاصيل، رائع. أبو صالح الموسيقار ناصر الصالح، مسي عليه بالخير كمان. لا بعض الناس راح تسمعونها، وراح تسمعون تسولف عبرتي لعبد الله براس. طبعا الأمير محمد مع جوس، مع عفوا يا الله عندكم عشان التوب، مين عندنا كمان في الألبوم؟ احنا الجزء الأول شفنا أسامي مخيفة، وفي من الأسامي اللي بالجزء الأول موجودة في الجزء الثاني، يعني الموسيقار طلال، الموسيقار ناصر الصالح اللي كان بالجزء الأول يا آدم يحس. لا في عزوف كمان، لا في عزوف كمان، لا عملين، عمل مع الأمير بدر بن عبد المحسن، غير خاطري ضايق، خاطري ضايق هي، ولا بعض الأوقات كمان من أحلى الأغاني، وإحنا صورناها كذا تصوير وايد حلو بيعجبكم، الكلام وايد حلو فيها، القصيدة كمان وايد حلوة، القصيدة وايد تشد، أحس إنك قريبة أقرب من اشتياقي للسهر، وبعض الأوقات ما كنك حبيب حلم وأبعد من حدود النظر. الله، فيها يعني فيها بيت من أحلى الأبيات اللي سمعته، يقول يا بخيل الشعور، اي يا بخيل الشعور، امرك غريب، وش يعز السحاب الا المطر. في يعني هذا انا اعتبره من احلى الابيات اللي سمعتها، يعني يا بخيل الشعور امرك غريب، وش يعز السحاب الا المطر. صدق، مش يعز السحاب الا المطر. اي أيوة والله، يعني هذه من الاغاني كمان اللي راح تنزل في الالبوم الجاي.
جميل. راح تنزل الله الأمير سعود بن عبد الله مسي عليه بالخير حبيبي. سر معلن. سر معلن. شنو نقدر نقول عنها؟ اسمعوها بس حطوها في السماعات في أذنكم كذا ورجعوا عيدوها 10 مرات 20 مرة يا دوب تستوعبون جمالها. أنا في أغنية الملحن عبد الرحمن العثمان قال لي عنها بالجزء الثاني انتظرها قاعد يقول، لأني كنت قاعد أكلمه عن دفتر وممحاة وأوصفها. موعدنا الأخير ولا عشان التوب؟ قال لي عن خطأ كلاش للأمانة. أوه شنو قصة خطأ كلاش؟ الله 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 توحشتك الله على هاي الأغنية. لا احنا كذي ما راح، اتوقع الناس مو قادرين ينطرون لي 7-2 للامانه. فعلا حلوه الاغنيه فعلا. يقول خطاك كلاش توح ابد والله، يعني مثل ما نحن نقول او مثلا لما تقول له ها مثلا عسى ما شر يقول له مثلا، او خطاك الشر تقول له خطاك كلاش. صحيح. فهو يقول خطاك كلاش ابد والله توحشتك، فقدتك مده ما شفتك، تسير سيرتك حلمي وحس هانت بنت صادف بتضرب عرضها الأحلام وبالواقع وتتعاطف برت ولا تلحشتك وحشتك فقدتك مدة ما شفتك. بعدين يقول لو توى ما برحالي بعد شوفك زهر ذبلان روى عودة على كفوفك نساي مفل من مبسمك أشفتني خذتني للربيع الماضي ودتني وصحتي داخلي كادي الملاقة وعاش خطاك اللاش خطاك اللاش أبد والله توحشتك توحشتك. الله 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 الله، يعني قاعدة يعني تعطينا تيزر على الهواء. وتخيل اني انا اخذت الاغنية هذه من يوم ركب عبد الرحمن غناها ويت انا ركب صوتي قايد عليها من كثر ما حبيتها. قلت شباب بكرة احنا طايرين، قال وين نروح؟ نروح فنلندا. فنلندا بتودينا فنلندا ليش مفاهد؟ كلكم يلا باكر كلكم تروحون. حسن يعني صديقي، قلت له حسن عندك؟ ما عندي بكرة، ما فيها بكرة، خليني أجهز بس على الأقل أوتيل. قلت بكرة تحجزون، بكرة نطلع. وفعلا أحلام طلعت بكرة طلعت. أنا شنو قصة فنلندا؟ فنلندا وصورت خطاك الناس من كثر ما أنا عشقتها. على فكرة في أغني في أغنيتين لازم أتكلم عنهم في الختام، لأن هذه لا يعني بعد من الأغاني اللي أعشقها في ألبومي. وفعلا رحنا على فنلندا وصورناها والأغنية تجنن. وبعدين قلت لحسن، حسن شفت هذا البيت؟ قال لي إيه هذا البيت إيه فنلندا. قلت له شفت هذا البيت اللي مرة وريتك؟ قلت لك هذا وين؟ قلت لي في فنلندا. قال لي إيه. قلت له هناك بنروح نصور. قال لي لك الرؤية يا بنت، كيف هيك تستني؟ خلينا نحجز، باركي محجوزين، باركي فل، حتى لو فل طلعهم من احنا نسكن عشان يخلص الفيديو. وفعلا ثاني يوم صورناها رائعة، راح تسمعونها ان شاء الله قريبا. يعني هنا قاعد نشوف اي تفضلي. طبعا انا بقول لك تعاوناتي مع منصور الشادي في هالالبوم اللي هو منصور ردول البلوي او الجهلة تحية، يعني تعاونات انا اعتقد انها هي من احلى التعاونات. انا في تعاونات مسبقة بيني بينه، واخر عمل كان اكثر من اول احبك. واخر عمل عفوا كان أنا مستغني، أنا مستغني. هالألبوم سوالي فيه موعدنا الأخير، راح تسمعون كلام لموعدنا الأخير من أحلى الكلام اللي تسمعونه، فعلا وايد حلو. وفي لا يروح الليل كمان منصور البلوي مستعلي بالخير، وزوبعة زوبعة 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 هي اللي عملت زوبعة. فعلا هو الالبوم عمل زوبعة للأمانة. هاي اللي اقول لك، انا اقول لك هي اللي عملت الالبوم زوبعة. اتمنى ان الالبوم عجبكم صدق صدق. اكيد قبل ما اختم ابغي اتكلم طبعا تعاوني مع الملحن الكبير طلال. وانا تشرفت باني كمان غنيت لسمو الامير خالد الفيصل دايم السيف. يعني انا احس بالفخر بأنا أحلام. أقول أنا فخورة بنفسي أني في يوم من الأيام في مسيرتي راح ينكتب أحلام غنت من الشعراء اللي تغنت لهم أحلام، يقولون خالد الفيصل، بدر بن عبد المحسن، سعود عبد الرحمن بن مساعد، سعود بن عبد الله. وطبعا أنا أبغي أقول شيء وايد حلو، الأمير عبد الرحمن بن مساعد أمسي عليه بالخير،
هذا كان حلم عندي اني اغني من كلماته، لانه انا احب كشاعر وكاديب وكمثقف وك يعني فعلا احب قصيده، يعني حتى لما ينزل له شيء اقول الله عبد الرحمن بن مساعد راح اسمع الله. والشيء الحلو انه الامير عبد الرحمن بن مساعد قال لي انا اشوفك في المكبله احلام وابقي اسمعك كثير في المكبله، وفعلا اعطاني هذه القصيده تشرق الشمس وتغيب، وهي اغنيه مكبلها صحيح. بكره خلينا اقولها عليكم كمان، بكره الخميس راح ينزل الفيديو كليب اللي نفس حالتي لما سمعت تشرق الشمس وتغيب، قلت لحسن حسن يلا نركب الطياره وين نروح؟ بالي. شو نسوي؟ نصور اغنيه تشرق الشمس وتغيب. الله، راح تسمعونها بكره بالفيديو كليب، بكره راح ينزل توقيت على الساعة 10 بإذن الله، على الساعة 9 بتوقيت السعودية، توقيت الإمارات الساعة 10، راح تسمعون التعاون بيني وبين الأمير عبد الرحمن بن مساعد في فيديو كليب رائع، وإن شاء الله يا ربي الألبوم يفوز على رضاكم. سعيدة بكل هالمحبة، شكرا لكل الشعراء الملحنين الفنانين كل العالم اللي باركت لي بمجرد صدور الألبوم، وحتى قبل صدور الألبوم من البرومو كانوا يباركون لي ويقولون لي إن شاء الله الألبوم بيكون حلو. كل شخص في تويتر كتب لي كلمة حلوة أو في السوشيال ميديا أبي أقول له شكرا على دعمكم، وأنا محتاجة دعمكم، أنا تعبت وايد في الألبوم، أعطوني طاقة عشان أقدر أكمل وأسوي أشياء تانية جديدة حلوة. أعتقد راح تنبهرون باللي راح تسمعونه في السي دي 2، راح تشوفون أشياء وايد حلوة، راح تسمعون أشياء حلوة، راح تسمعون أشياء جديدة، جديدة على أحلام وجديدة على الوسط، الوسط الفني بشكل عام. أتمنى إن شاء الله إنه يعني ما نسيت حد، سامحوني كان نسيت حد، سامحوني. أكيد قبل ما أختم أبغي أوجه رسالة ل أكيد سمو الأمير الوليد بن طلال، أوجه له تحية لأن حتى هذا الدعم اللي ألاقيه كمان هو جزء منه، وأكيد راح أشكر سعادة المستشار تركي آل الشيخ، أقول له يا أبو ناصر مهما أسوي ما راح أوفي لك شوي من اللي تسوي لي، يا شكرا من قلبي. وأبو فواز أستاذ سالم الهندي شكرا، وفيت وكفيت وكل اللي قلت لي اياه سويته واكثر، ابي اتشكر منك هالحمله الاعلانيه هاي الـ كل شيء سويتوه، حتى يعني حتى واحنا نشتغل في الفيديوهات في المونتاج روسان يجون لين عندنا، ابو فواز جالين عندنا، الكل يجون يعني محتضنيننا، يعني احنا معاكم ترى اللي تبونه بيصير، يعني انسوا انه في اي ديل في اي اتفاق في اي شيء، لا المهم انت تكونين مبسوطه، انت تكونين مرتاحه. شكرا روتانا، شكرا لكم جميعا، شكرا للكل، شكرا لكم من قلبي. اذا عندك سؤال تسالني طبعا اكيد ابي اشكر كل الموزعين الملحنين، الموزعين طبعا خالد عز كنت قد المسؤوليه، يعني فعلا انت فنان بالفطره ومطرب وصوت حلو، وقدرت توصل اللحن الحلو باحساسك كمطرب في التوزيع، يعني اعتقد انت اصبحت رقم واحد، اعتقد انه صعب يكون لك منافس، لانه بكل امانه في منطقه خالد، اتكلم عن منطقه خالد، يعني فعلا لما تعطيه شيء يعطيك العمل مبلور، يعني أشكرك من كل قلبي. خالد عز، بشار سلطان، من قلبي أشكرك يا حبيبي، فعلا ما قصرت، فعلا يعني أضفت للأعمال. مشاري اليتيم أتذكر مشاري اليتيم، هذا ولد صغير يا أبوه في الاستديو يقول غلات أمي يا حليله يا حليلك صوتك حلو يما، انت شو اسمك؟ قال انا اسمي مشاري. ذكر ريال صغير طفل، الحين صار من اهم الموزعين صحيح. الخليج، مشاري اليتيم، اوجه لك تحيه حبيبي. الموزعين طبعا اسامه الهندي،
اللي سوى دفتر وممحاة أدون ما مضى وامحي على رخ المشاعر ما بقت لي غير أقلامي. شكرا من قلبي أسامة. عملت مع بعض الناس وعملت مع دفتر وممحاة وهذا اللي بديت علي وما نزلت لأنه ناصر عطانا 4 أعمال بديت علي شوية مشابه لي يعني مش مشابه كلحن يعني في 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 اللحن يعني في التيمة فما حبيت أنزل تيمتين نفس بعض وأوريدي كنا مسجلين تسولف عبرتي وللأمانة كمان تسولف عبرتي كانت أكثر لامستني مع الشاعر خالد العوض مع عفوا عبد الله براس وهذا اللي بديت عليه مع خالد العوض. طبعا أوجه لهم جميعا تحية كل الشعراء بريء راح تسمعون بريء مع سعود البطين أنت يعني دائما تثبت لي أنك يعني بعد رقم صعب للأمانة سعود البطين من أهم الشعراء اللي اشتغلت معاهم. ما بينسى حد سامحوني كان نسيت حد فعلا سامحوني من الألبوم كبير صحيح. يعني إن شاء الله أني قاعدة أشوف في الورقة اللي عندي فيها الأسامي أني ما نسيت حد. هذا بالنهاية الجادل أبغي أتكلم عن الجادل كشاعرة كمان أتكلم عن الجادل كشاعرة يعني سعيدة أنه هالكثر أنا صرت قريبة من هذه الشاعرات الرائعات سواء كانت معتزة سواء الآن الجادل في أول تعامل وأنا ما راح يكون في أقل من أعمال في القادم. في كمان شاعرة سعودية اسمها ضي إن شاء الله في يوم من الأيام أتعامل معاها. في كثير لأن حابة تيمتها وجملتها حابة أنه أضيف دم جديد على مسيرتي عن جد. فيصل الشعلان الله يا آدم يحس أبغى أقول لك على شيء كل ما أدخل الاستديو بغني يقول لي طبعا قبل أختم بتكلم عن أمين ونادر يقول لي نادر أستاذ نادر يقول لي يلا حنغني إيه اليوم أقول لا 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 عايزيني أغني حلو شغلوا لي يا آدم يحس. الله شنو السر في هذه الأغنية؟ ما أعرف هذه الأغنية شو سرها ما أعرف. كل ما أدخل أغنيها 3 أيام أدخل أغنيها ما أقدر صوتي يختنق صوتي وأدخل وأطلع لا 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 برجع أغني مرة ثانية لا 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 لا, لا ما أقدر أغنية مو لأني بغني أنا يعني بس كده يعني أقول لهم لا 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 سوري أنا هاي الأغنية أبي أغنيها أحس اللي بغنيها من أقصاي يعني خلاص أبي أغني هاي الأغنية بشكل مختلف وفعلاً عطيتها من قلبي يعني غنيتها من قلبي صدق يعني اعتبرها فيها يعني اعتقد راح تاخذ لها مكانه كبيره للامانه اعتقد راح تاخذ لها مكانه وايد كبيره في الالبوم. قاعده اسمع من الناس وما يغنونها يا ادم يحس يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله اني قدرت اسوي اللي كنت انا اشوفه ودائما الإنسان يعني يطمح والكمال لله سبحانه إنه يطمح للكمال لكن بعد بالرغم من كل الاحترافية اللي سويناها كان عندي نوت 1 2 3 10 20 30 50 60 70 نوت عندي عشان الجديد يكون كمان في نوت وهذه هي الاستمرارية. جميل هذه طبعا الاستمرارية اللي مخلية أحلام دائما متألقة لأنها يتركز في التفاصيل الدقيقة هذه وهذا اللي يعطي الفنان عمر أطول. وانت يا أم فهد يعني دام انت هذا الألبوم على كلامك انك انت أول مرة تخططين لألبوم أنا أتمنى أن احنا الألبومات القادمة أتوقع انت شفتي الموضوع انش كثر هو ناجح في الطريقة هذه. خلاص لأن نحن ما في مجال للغلط يعني احنا مش يعني صغار عشان نغلط ما علي غلطنا الحين بنصلح ما في مجال الالبومات ما عاد فيها
مجال لا للمجاملات لا للكروتة انك انت بس تشتغل عمل وترمي، لا، اسمك يحفز عليك انك تشتغل ألبوم. الناس كلهم يقولون الله، انا ناس ما اعرفهم، ناس لأول مرة اقرا لهم تعليقات في تويتر، يعني يا ارد عليه بقلب اصفر، يا ارد عليه بوردة اقول له شكرا، يا اقول له اخجلت، ما اعرف شنو ارد على العالم، صدق ما اعرف. صحيح، يعني حسيت ان هم هالكثر، بقول لك اياها بالفم المليان، كلهم مسكوني وحضنوني صدق، يعني من قلبي شكرا لكم جميع، شكرا. احنا راح نختم باخر سؤال، لان يعني احنا سولفنا عن الالبوم وودي ان الوقت ما يخلص، ولكن انا عارف ان الفنان احلام يعني انت تعبانة، انا ادري ومقدر هذا الوضع تماما، وتكلمنا ان شاء الله نكون وصلنا صورة عن تفاصيل وكواليس هذا الالبوم الكبير اللي بس من الجزء الاول احنا قاعد نتكلم حاليا. فراح اوصل حق سؤال يتكلم عن، احنا الحين عرفنا ان تشرق الشمس وتغيب، بكرة ان شاء الله راح ينزل الفيديو كليب. زوبعة وما سألت الا عليك، متى ممكن ينزلون؟ زوبعة بتنزل بكرة. يعني بكرة تشرق الشمس وتغيب وزوبعة. صحيح. وما سألت عليك؟ بإذن الله. لا ما سألت عليك، راح نحتفظ فيها في الألبوم. نبيها بنتي. بنتي أحبها. نبيها. جميل. طبعا أبغي أقول بس كلمة في حق أستاذ نادر. هو أستاذي ومعلمي وأخي وصديقي الصدوق، هو الموسيقي الكبير اللي كان له دور والفضل الكبير في صقل صوتي وتطور أدائي، لكل المحبة والاحترام أستاذ نادر، من قلبي أقول لك إياها شكراً أستاذ نادر على كل العطاء اللي كنت تعطيني إياه وقت الاستديو. صحيح كنت ساعات يعني خليني أعصب، ساعات خليني أطلع من الاستديو، ساعات خليني أزعل، بس أنت خليتني أفرح في النهاية. شكراً أستاذ نادر أنيس. وطبعاً أكيد راح أشكر الأخ والصديق المهندس أخو الغالي الله يرحمه طارق عاكف، أستاذ أمين عاكف المهندس اللي مسك ألبومي مثل ما يقولون من زيرو تو هيرو. أبغي أشكره من كل قلبي، أبغي يعني كنت أحس أني أنا في أمان وأنا أسجل وهذا الإنسان معايا في الاستوديو، كنت أحس إنه هذا الألبوم راح يحتفظ بأمانته بسريته بكل شيء إلى أن يعني إلى أن ينتهي. فعلا أبقي أشكره من كل قلبي، وفي الأخير طبعا أخيرا وليس آخرا أشكر البطل اللي لولاه لما طلع الألبوم. شوف الواحد لما يشتري فستان حلو، لما يجي يبغي عنده سهرة حلوة، لازم يختار شخص يضبطه حلو عشان يطلع المسرح حلو. هذا هو جاسم محمد. الله. جاسم محمد أنت، أنا أقول دائما أنت رقم واحد ورح تظل رقم واحد، ومستحيل حد يقدر يكون أو ياخذ مكانك في أي يوم من الأيام، بكل شفافية أقول لك هذا الكلام. فعلا جاسم محمد مش بس هو مكسج، هو بعد عطى من روحه لنا. يعني أحلام قولي شيء، أحلام شيء، الله أحلام سويتي شيء، أحلام الله روعة، أحلام لا عيدوا، أحلام شيء سووا، أحلام في المكس نسمع نشيل هذا نحط هذا. أنا كمان كان معاي مهند يعني يعني موسيقيين وقت المكس، كنا ندخل في الاستديو، هذه الكمنجات لازم تعلى، هذه الإيقاعات لازم توطى، هذا فعلا كنا خلية يعني لو شفتونا كيف ممكن تقولون إيش سويتوا. وطبعا يعني من قلبي أوجه له شكر، وأكيد أخواني أحمد العنوة يعني وإبراهيم بوموزة أبغي أشكركم. إبراهيم كان له 3 أعمال في الألبوم، وأحمد العنوة كان له كل الألبوم، هو ركب كل الإيقاع. يعني هذه مهندسين الإيقاع، موسيقيين المهندسين الموسيقيين اللي يضبطون لزمة الإيقاع، اللي تعطيه العمل يوديه مكان ثاني.
قلت لأحمد العنوة لما كلمني آخر مرة قال لي الله، قلت له الله عليك، قلت له قول آمين جعل يديك محرمة من النار من كثر ما هو صدق يعني من قلبه يعطينا. فعلا فعلا إبراهيم قموز لك المحبة، شكرا لأنك كنت معانا. الألبوم الحمد لله الحمد لله الكل الكل كانوا خلية، فعلا كنا خلية واحدة. فأتمنى إن شاء الله أنه العمل، وبعدين بقول لكم على شيء، في عمل ذكروني فيه هو للشاعر الأول والملحن عبد الله البدر، اسمه تمرد. لما تحط تمرد تقول الله يذكرك بالخير يا فهد لما قلتي لنا عن هذه الأغنية. لا الواضح من الاسم كل الأغاني أنا، بس تمرد راح تسمع هنا، راح تسمع أداء، راح تسمع توزيع. طبعا توزيع كان الخوي هشام السكران، وعمل أعمال في الألبوم من أحلى الأعمال اللي اشتغلها فعلا تمرد. راح تسمعون حتى هشام مختلف، هشام السكران نفسه راح تسمعونه كموزع مختلف، وفي عشان التوب كمان نفس الشيء هو وزعها. جميل. وعبدالله البدر أنا من الناس اللي أحب جمله، وفعلا سعيدة أني لأول مرة أغني له، وأعتقد أن عملك هذا يا عبدالله أنت والأول راح تاخذ ياخذ صدى، يعني راح تاخذ مكانه في السي دي. أنا كذي أشوفها. احنا ناطرين الجزء الثاني تاريخ 7/2 يعني الناس سمعت 13 وباقي بعد 13 من ألبوم في الفوتحون. لا إن إيه صحيح، الناس سمعت 13 وراح تسمع إن شاء الله 13 بإذن الله، وتشوف كمان بس راح يشوفون في سولف راح يشوفون مسألة اللي عليك كفيديو كليب، وكمان في مفاجأة مو بحلوة مو بعسل مو بتجنن، يا أحلى مفاجأة بتشوفونها في ما سألت الله عليك. أوكي، يعني الناس لازم تنطر عشان تشوف الجزء الثاني. إيه خلاص أخذت السبق الآن، أنت غنيت لك لبارك الله في الغياب، والناس سمعوا هذا كله. هو الحوار بيني وبينك أم فهد، ولكن الناس أتوقع أنهم قاعدين يأخذون نوت ويسجلون الموضوع. الناس معنا، الناس في أحد معنا؟ لا لا بس أنا معك. ما حد سامع ولا حد شيء. قلت إنه هاي المحادثة سرية كانت. أم فهد أنا ودي نكمل ونسولف أكثر، ولكن إحنا عندنا جزء ثاني راح نسولف فيه. يعني إن شاء الله لما ينزل في 7/2 وإحنا في الانتظار للجزء الثاني من فدوة عيونك. أنا وايد شاكر لثقتك في مارينا أف أم ولثقتك في برنامج Let's Talk، أنك تكونين هني معانا في الظهور الأول الإعلامي عقب صدور ألبوم فدوة عيونك. شكرا لك وشرفتينا ونورتينا في البرنامج. شكرا لكم، شكرا، سامحوني، أتمنى أني كنت ضيفة خفيفة عليكم. أهديكم ألبومي وإن شاء الله راح يكون في نسخ خاصة لجمهوري والكل اللي اشتغلوا معايا في الألبوم، الكل اللي عطوني من قلبهم نسخة خاصة فقط لهم. أشكركم، وراح توصلكم إن شاء الله مارينا اف ام. عبد الله أخوي راح توصلك نسخة. قبل لا بنج أبغي أقول أني أنا فاقدتك يا حبيبي يا أخوي يا فهد الناصر، فاقدتك من قلبي، ويا رب تطلع بالسلامة وأنا أطمن عليك على طول. الله لا يبين غلاك يا الغالي، وحسك معانا وموجود معانا وبيننا، وإن شاء الله بتقوم وبتزين وتسمع الألبوم، وإن شاء الله يا ربي أي الكويت وأشوفك يا بعد الدنيا يا. ما على قلبك شغل إن شاء الله، الله يقوم بالسلامة. أدعي له والله أني أدعي له حتى في صلاتي أدعي له، يعني إن شاء الله يطلع سالم بالسلامة يا رب العالمين يا رب. يا رب. الفنانة أحلام، كلمة أخيرة حابة تقولينها في الختام؟ أبغى أقول شكرا لكم، وهذه هي الكويت دائما ما راح تتغير، الحب والدعم في كل شيء، أنتوا الخليج كله الوطن العربي كله. أهديكم ألبومي، وإن شاء الله يا ربي هالمرة إذا 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 صار مني أي تقصير إن شاء الله المرة الجاية راح يكون أحلى وأحلى، واستمتعوا بالألبوم. شكرا لكم. ما من الجكسور يا أم فهد، وحياة الله، وشكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا، ألف شكر، ألف شكرا. شكر. كانت هذه الفنانة أحلام في الظهور الإعلامي الأول. أي كلام وايد سمعناه عن ألبوم فدوة عيونك، وما خلص الكلام لأن في جزء ثاني
7/2 راح تنزل 13 أغنية ثانية من هذا الألبوم. شكرا للفنانة أحلام لوجودك معنا اليوم اللي ثقتك في مارينا أف أم أنك تكونين معانا لأول مرة بين كل الإعلام في الوطن العربي. خصيتي مارينا أف أم.